حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا مرحبا بكم معنا حلقة جديدة من استديو التاسعة. قبل سنتين وخمسة عشر يوما بالتحديد كان عبد العزيز بوتفليقة مرشحا لعهدة خامسة في الجزائر. وقفنا هنا وقلنا أيها الجزائرون ألا تشعرون بالإهانة، وأضفنا التالي، تفضلوا. وهل يدري عبد العزيز بوتفليقة ما يجري حوله؟ أعانه الله يا جماعة، والله الله يعينه هالرجل هذا. هل يدري بوتفليقة ما يجري حوله؟ هل هو العاجز أم نحن العجزة؟ جماهير مغيبة تهتف باسم الزعيم حتى لو كان على كرسي متحرك أو كان على فراش الموت. تريد انتخابه لولاية خامسة، ولاية خامسة؟ أيتها الجماهير البائسة، هل أنت من الجزائر بلد الثورة والثوار، بلد المليون شهيد، بلد الأحرار، البلد النابض بحب فلسطين الثورة؟ يا جنرالات العار، لماذا تختبئون خلف رجل مريض عاجز؟ ما بتستحوا؟ ألا تخجلون؟ لماذا تختبئون؟ أما فيكم رجل رشيد؟ هل بوتفليقة المريض أم أنتم المرضى بشهوة السرقة والسلطة؟ متى ترحلون عن بلداننا أيها الفسدة؟ أما يكفي حاكمنا الأخرق مليونا أو مليونين؟ خذ 50، خذ 100، وقصرا وحاشية، وارتع بين نسائك، لكن اترك لنا وطنا، اترك لنا أملا، اترك للشعب حقوقا وكرامة. يا هذا المختبئ خلف بوتفليقة، هل ظننت أنه مخلد وبأن المال يعبد؟ في الجزائر أحرار، في الأمة أحرار، سيختارون من يحكمهم بحرية عما قريب، رغم أنفك يا حاكمنا المأفون الشر الأرعن. وستشرق شمس بلادي، وسيزهر الربيع، وستشرق شمس الحرية. عاشت الجزائر، عاشت الجزائر حرة أبية. هكذا ختمنا المقدمة قبل سنتين وخمسة عشر يوما قبل انطلاق الحراك الجزائري. يا أستاذ رضا بودراع، أهلا ومرحبا، أمين عام حركة أحرار في الجزائر. أهلا وسهلا. هذه المقدمة هنا في استديو التاسعة قبل انطلاق الحراك باثني عشر يوما، عشرة أيام تقريبا. عشرة أيام، عشرة أيام أو أحد عشر يوما بالتحديد. أي نعم، مقدمة تاريخية الحقيقة، ودخلت في تاريخ الحراك، في تاريخ الحراك الجزائري الحقيقة، لأن لو تذكر في، هل يعاد المشهد اليوم؟ نعم، هو متكرر متجدد بسقوف متجددة ومتعالية حسب درجة النضج الذي يصلها الحراك، لا من حيث الأفكار ولا من حيث التنظيم والهيكلة ولا من حيث الإجراءات، كما سوف أبين. الحقيقة أنه هذه المقدمة لو تذكر كنا هنا جالسين وكنا نتكلم، وأنت أحضرت ورقة من منشور إلي من 2016، كنت أقول يا أهل الجزائر استعدوا، سوف تتحرك الشعوب وربما تتحرك معها أيضا الجغرافيا تبعا للتحرك الديموغرافيا. وكنا ننادي أن العالم يتحرك ويتغير، فمن غير الممكن أن تبقى الشعوب العربية بدون تحرك.